لاقي عراقي لانني مثلا ما كاينش اللي يعاونني وما كاينش اللي يساعدني ديالو. كاين اللي كيجي مثلا كيبغي يحاول مثلا يستغني مثلا كياخذ واحد الحاجه ما بغاش يخلصني. بحال مثلا واحد كيجي وحدين كيبغيو يستفزوني. انا اصلا انا شخص ذو اعاقه نبغي يكون عندي محل. انا اصلا بطبيعه الحال هذا هو هذه الامنيه ديالي. يعني انا كندير بزاف د الحوايج ما كيديروهاش صحاح. يعني هذا من باب الغرور زعما اللي غنقولوا هنا اللي انتحر لانه صحيح اللي قراو معايا نقع مثلا الناس انتحروا لانهم شدوا الشهاده وما خدموش ضاقت بهم الدنيا وانتحروا. وانا الحمد لله درت كروسه ولا مفتخر انا حسن ندير كروسه ولا نبقى مثلا شخص معاق. انا كنشوف قررت ندير هذا المشروع البسيط باش نتعاون به على الزمان. هذه هي الحاجه اللي لمستها فيك زوينه حيت كاينين بزاف ديال الشباب الله يهديهم. نعم كنشوفوهم الصحه ديالهم كلشي عندهم تقريبا كلشي موفر لهم وكنشوفوهم كيتعطاو لشي حوايج اللي كيخليو بلادنا انها يولي فيها الاجرام. كيتعطاو بزاف ديال الامور كندخلوا غير لشي حومه بحال هكا وليتي كتخبش تدخل لشي حومه. لكن انت بالرغم من ان يعني الصحه ما عاوناتكش كتزيد دير مجهود نهار على نهار باش تبين الذات ديالك. واش هشام لقى راسو دابا؟ هشام دابا مازال كيقلب على راسو. واش حاليا هشام لقى راسو ولا مازال؟ والانسان انسان الحمد لله على كل حال. لقيت راسي ما لقيت راسي، لقيت راسي من واحد الناحيه دي انني انا درت مشروع بسيط وكنتعاون به على الزمان. ومن ناحيه واحده اخرى ما لقيتش راسي انني انا ما يعني كنت كان عندي احلام باغي نحققهم كاي شاب. يعني انا خصني مثلا مثلا نخدم بانني انا نتزوج ونكون اسره وهذا يعني حق اي واحد. يعني هذا ما هذا يعني القيم هذا الشيء من ناحيه هذه الناحيه ديال لاقي عراقيل. يعني مثلا ما كاينش اللي يعاونني وما كاينش اللي يساعدني. انا خصني مثلا كشاب خصني نلقى راسي في واحد المجال انني نستقر على الاقل. مثلا يكون عندي واحد لوكال محل او كيوسك تعطيه لي مثلا الجامعه او مثلا هذا مثلا كناش المحسنين. درتي محاولات تواصلتي مع الجامعه على شي كيوسك شي مساعده؟ كنت تواصلت هذه واحد المده هذيك فقالوا لي بانهم تمنعوا الكيوسكات لانهم لقاو فيهم مشاكل لانهم قال لك لقاو شي اسخاش كيبيعوهم. يعني هذا ما ادى يعني قال لي سولت واحد الشخص في الجامعه قال لي بان الكيوسكات ما بقاوش كيخرجوا. وانا ما كاينش سوق نموذجي حداكم هنايا؟ السوق النموذجي كان بعيد شي شويه علينا. غير انا مثلا كنتحرك كنحاول انا عندي عربه كنحاول مثلا البلاصه اللي فيها تجمعات مثلا الدراري الصغار والناس جالسين كنمشي حداهم ونترزق معهم الله. وخا الحمد لله انا عندي شعبيه. انا في المنطقه اللي انا عايش فيها اللي هي منطقه بنسوده عندي شعبيه مع الناس وكاين الناس كيتعاونوا معايا الحمد لله. كيشوفوني مثلا معاق وكنتقاتل مع الزمان كيجيو كيعاونوني مثلا كيقدموا لي مثلا كاين اللي كيسمح لي في الصرف كاين اللي كل واحد التعامل ديالو. كاين اللي كيجي مثلا كيبغي يحاول مثلا يستغني مثلا كياخذ واحد الحاجه ما بغاش يخلصني. بحال مثلا واحد كيجي وحدين كيبغيو يستفزوني. لان دابا الناس هنا عارفين باللي هشام قرا خدا اجازه وكيبيع في الكروس. نعم الاغلبيه خصوصا الاصدقاء ديالي كاين اللي ما كيعرفنيش. كاين الاصدقاء ديالي مثلا المقربين بحال مثلا الناس المقربين كيعرفوني بانني واحد واخذ اجازه وكان شاغل. وكاين مثلا الناس ما كيعرفونيش كيقول مثلا هذاك مسكين خصوصا مثلا كيشوفوا مثلا بالبيد لا مثلا لابس طابليه لابس سروال غادي عادي ما كيعرفوني قاري. كنشوف الله عليك يعني هذا الشيء اللي لمست فيك حاجه زوينه حاولتي تلبس البيد لا وتبقى نعم. تبيع واخا كتبيع تقريبا غير اللي بيمو بحال هكا بطبيعه الحال. انا محترم هذا انا يعني كنحترم المهن وكنبغي اي مهنه. وانا بغيت نلبس واحد الزي رسمي واحد اللبسه للطابليه باني باش نميز على الناس. يعني هشام كون عنده خدا يعني شي فرصه باش انه يخدم في شي اداره ولا شي حاجه غادي نشوفوا يعني داك هشام اللي فيه داك التفاني وديك الروح في العمل وغادي نشوفوا هشام اللي غادي نيشان. يعني ماشي نعم. هذا الشيء ما كيحتاج انك يعني كنشوفوك اليوم بالرغم انك تبيع غير بيمو محترم البدله ديالك محترم هذه المهنه هذه. نعم واخا بغيتك توجه واحد الرساله للناس اللي قراو السي في ديال هشام وما عيطوش عليه. الرساله ديالي للناس اللي قراو السي في ديال هشام وما جابوش عليه انني انا نتمنى القاء اذان صاغيه لا من زعما يعني الحكومه ولا يعني خصوصا دابا حنايا مقبلين على الانتخابات التشريعيه ديال 8 شتنبر اللي هي يعني وهي كاينه فيها نسبه الشباب بكثره مساهمه
ومثلا الحكومه ولا يعني باقي الاحزاب كيهضروا على الاشخاص المعاقين. انا نتمنى في الانتخابات او ال5 سنوات المقبله تكون لدى الحكومه او اي حكومه طلعت تشوف مثلا بهاد الاشخاص المعاقين بعين الرحمه، يعني غير نخدموا احنا، بغينا غير مثلا هذوك الناس او سيدي بعض السي في ديالو انا اللي يكون كور، انا تحاول تعطينا فرصه تعلم العمل، لان الشخص المعاق راه عنده اراده وعنده عزيمه، خصو غير تفتح له ابواب باش نخدمه. وانا كنتمنى يعني نخدم كاي واحد كيبغي يخدم، وحتى على اللي ما توفقتش اي وخدم ما خدمتش مع الدوله يكون عندي مثلا واحد المحل اللي نستقر فيه، ويكون عندي مثلا فواحد البلاصه لان الناس يجيو لعندي بلا ما نمشي عندهم، لان انا اصلا انا شخص ذو اعاقه نبغي يكون عندي محل، لان اصلا بطبيعه الحال هذه الامنيه ديالي مثلا لما خدمت شيء مع الدوله ان يكون عندي واحد اللوكال باش نخدم فيه باش الناس تجي لعند هشام ماشي هشام يمشي عند الناس. بالفعل على ذكر كلمه المعاق، شكون هو المعاق هشام؟ شخصيا انا لا اعد نفسي معاقا، لانني انا كندير بزاف الحوايج ما كيديروهاش صحاح، يعني هذا من باب الغرور زعما اللي بغينا نقولوا هنا. خير دليل انك قريتي وخديتي اجازه اللي نعم. ما يقدرش اي واحد يعني يقدر ماشي يقدر. ماشي اي واحد انت بطبيعه الحال، واخا انا كنعرف مثلا الاصدقاء ديالي وكاين اللي انتحر، لانه صحيح كاين اللي قراو معايا نقع مثلا الناس انتحروا لانهم شدوا الشهاده وما خدموش ضاقت بهم الدنيا وانتحروا. انا ما عمري فكرت، الحمد لله انا 5 سنين ولا 6 سنين وانا جالس بيطالي عمري فكرت في الانتحار، يعني ما كانش، يعني انا الحمد لله على الايمان ديالي، لان الحمد لله ايماني بالله قوي، وديما انا كنقول غدا غيكون احسن من اليوم ومتفائل، وانا الحمد لله درت كروسه وانا مفتخر، انا احسن ندير كروسه ولا نبقى انا مثلا شخص معاق. انا كنشوف اشخاص معاقين كيمشيو بالجوامع وكيبقى فيا الحال وما كنبغيش نشوفهم انه يسعاو، انا ما بغيتش نطرق هذاك الباب ديال السعايه، لان هذاك الباب مسدود، انا خصني نبقى يعني الناس يعطيوني. اللهم فكرت انا ندير كروسه ويجيو الناس ونبيع لهم وانا راسي مرفوع، وكيشجعوني بزاف الناس كيعطيوني التشجيع وكيعطيوني التقدير على حساب انا الكروسه اللي داير، لان الشخص المعاق اللي هو المعاق معاق فكري، وهو اصلا لا يوجد شخص معاق في المجتمع، بل يوجد مجتمع يعيق. انا لست بشخص معاق، لان الاعاقه كاين الاعاقه الفكريه، الاعاقه في الفكر، الاعاقه في الاخلاق، الاعاقه في شي حاجه معطله فيك انت ماشي في الجسد ديالك. عمر الجسد كان يعني حاجز بين الطموحات اللي كيبغي يحققها الانسان. وانا ما شاء الله عليك والله. بغيت نسولك شحال تقريبا كتصور في النهار؟ ونهار كل واحد كل نهار ورزقه، يعني الانسان راك عارف انت بيمو مثلا كتشريه انا كنبيعو بدرهم كندي فيه 4 ريال راه ربح قليل او 2 ريال، يعني نهار كل نهار، نهار 20 درهم، نهار 15 درهم، نهار 30 درهم، كل نهار ورزقه، لان يعني الربح قليل في هذا الشيء، لان ماشي لا جينا لا جيت ندير انا نتحاسب مع هذا، يعني هذا الشيء ما نبيعش نقص في دارنا، ولكن انا كنقول اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. بالفعل تبارك الله عليك سي هشام. كرسالة أخيرة للإخوة اللي يكونوا كيتفرجوا فيك، كاع خوتك المغاربة غادي يكونوا كيتفرجوا فيك، الرسالة ديالك الأخيرة ليهم وحتى الناس اللي بغاو يتعاونوا معاك باش تطور المشروع ديالك، شنو تبغي تقول لهم؟ ممكن نخلي رقم الهاتف ديالي قبل ما نكمل. مرحبا، غادي نحطوا الرقم ديال الهاتف ديالك، راه غادي نحطوه إن شاء الله. اللي هما الرسالة ديالك. الرسالة ديالي كمواطن مغربي بأنني كافة المغاربة بأنهم يتعاونوا معايا، يعني سواء ماديا او معنويا، ويشوف الانسان بعين الرحمه، لان انا باغي نكون ذاتي صراحه، لان يعني باغي نكون شي حاجه ما احسن، باغي تكون عندي شي حاجه احسن من الكروسه، حتى لما كنت في الوظيفه تكون في جهه واحده اخرى، انا فقط خصني اللي يعاونني اللي يدفعني. كيف لقيت ناس ومحسنين عاونوني باش درت هذه الكروسه هذه، نبغي ناس يعاونوني وندير شي ندير مشروع اكبر ان شاء الله، ويكون ولما لا يكون مشروع بانني نخدم معايا عباد الله، خدمت معايا ناس، انا بغيت نخدم معايا ناس، انا كيف عاونوني الناس كنبغي نعاون الناس، ويكون حتى انا ونخدم معايا واحد جوج اشخاص ولا اشخاص ولا اللي كان، المهم على حسب الامكانيات او حسب المشروع اللي غيكون عندي ان شاء الله مستقبلا. وانا كنطلب المغاربه يعني يعاونوا هذا الشخص المعاق ويشوفوا فيه بعين الرحمه، هذا هو الرساله ديالي. شكرا ان شاء الله لجانب. الرساله واضحه، وكما كتشوفوا هذا النموذج للشباب اللي كيحاولوا انهم يخدموا على راسهم، فتبارك الله عليك. هذه حاجه زوينه بزاف، اول حاجه يعني ملي جيت لمست فيك يعني الطيبوبه ديالك، وانك يعني احترمتي الزي ديالك في العمل ومحترم يعني هذا المكان هذا اللي كتخدم فيه، فتبارك الله عليك. خلال بزاف الشباب اللي بحالك، فهذه
يعني نقدروا نحسبوها قصه للعبره وليست للفرجه، باش ان حتى الاخوان اللي كيفقدوا الامل في الحياه او اللي كيفكروا في كما قال في الانتحار او يحاولوا ياخذوا هشام كقدوه لهم او كواحد النموذج اللي يتفرجوا فيه ويستفدوا منه. الى هنا اخواني ما علي الا ان استودعكم الله. كان معكم حمزه اغني مبعوث قناه اشواق تي في من مدينه فاس. تبارك الله عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.